السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. مرحبا بكم في قناة الشعب، قناة أولاد الشعب المغربي العظيم. كما اتفقنا اليوم الإخوان، قلنا لكم أننا أعطونا أسئلة بصفتكم مواطنين مغاربة أبناء الشعب المغربي العظيم. أعطونا أسئلة نطرحوها على أحد مؤسسين الأوائل للبوليزاريو وأحد قياديها السابقين المحجوب السالك، مؤسس فعلي للبوليزاريو. حقيقة لحد اللحظات توصلت أكثر من 500 سؤال، ولكن أنا عزلت واختاريت، مش حتى عزلت يعني 19 سؤال الأول قبضتهم المنطقيين، قبضتهم وطرحتهم على المحجوب السالك اللي كنشكره من هذا المنبر، كنشكرك جزيل الشكر على التواضع ديالك وعلى الإجابة، وجاوبنا عليهم وغنسمعوهم إن شاء الله في هذا الفيديو. من بين الأسئلة 19 سؤال اللي طرحوا، كاين سؤال ديالي أنا، لأنه علاش قلت لكم كاين سؤال ديالي؟ لأن هذه الأسئلة اللي غنطرحوا على المحجوب السالك واللي جاوبنا عليها غادي نحطها يعني بالتعليقات ديال أصحابها كما هي. السؤال ديالي اللي ما كاينش في التعليق هو، قلت لي نفترض انه تم تطبيق الحكم الذاتي وتم تنزيله وتم الاتفاق عليه سواء بين البوليزاريو المغرب او دوليا، هل المغرب غيقبل بعلم البوليزاريو هذا كممثل للصحراء داخل الحكم الذاتي للسياده المغربيه؟ بحال مثلا كاتالونيا عندها عالم ديالها، واش المغرب فنظركم غيقبل بهذا عالم البوليزاريو يقبلوا كممثل للصحراء تحت السياده المغربيه؟ هذا سؤال ديالي اللي ما غتلقاوش في التعليقات. الاسئله الاخرى كلها غادي نحطها لكم، يعني ندير مونتاج وغنحطها لكم كما هي كما طرحوها الاصحاب ديالها. هناك بعض الاجوبه ديال المحجوب السالك ربما ما تعجبكمش، ولربما غادي تنتقدوها، وعندكم حق تنتقدوها في التعليقات، ولكن باحترام، لانه السيد تواضع معنا وجاوبنا باحترام غنجاوبوه ان شاء الله وباحترام. من بين الاجوبه ديالو انا اللي غادي ننتقدها بكل حريه، واحد السؤال طرحوا عليه بعض الاخوه او الاخوات، هو مساله وجود مرتزقه داخل مخيم التندوف، بمعنى مرتزقه غير صحراويين ما عندهم حتى علاقه نهائيا بالصحراء، ازواديين ولا تندوفيين ولا جزائريين ولا ماليين كيتواجدوا في مخيم التندوف. هو جاوب قال هاد القضيه المرتزقه ما كايناش، وهذه قال لك اصنع عليكم ادريس البصري وانتم خديتوها. لا بالعكس، المرتزق المفهوم ديالو هو واحد الشخص دخل ولا كيدير واحد العمل بمقابل مالي، يعني واحد جبتيه ازوادي ولا تندوفي ولا موريتاني ولا من تشاد ووطنتيه في مخيم التندوف وبدا عادي طالب بالاستقلال وبالاستفتاء وتقرير المصير وكيدعي انه صحراوي وهو ماشي صحراوي، هذا مرتزق، وهذا اللي ما كنتفقش معاه بالمره مع المحجوب السالك. غنقراو التعليقات ديالكم ان شاء الله، انتقادات ديالكم واش متفقين مع هذا السيد باحترام. غنسمعوا اخوتي الاجوبه وغنطرحوا معاه الاسئله. وقبل ذاك، اذا كنت عجبتكم هذه الفكره، نعود نطرحوا بصفتنا مواطنين مغاربة أسئلة على قياديين ولا ممثلين للبوليزاريو أو قياديين سابقين. عجبتكم اكتبوا لي في التعليق، كل مرة نصادفوا قيادي ولا مسؤول سابق في البوليزاريو ولا شخص عنده رمزية داخل البوليزاريو، نطرحوا عليه أسئلة باحترام بلا باقة ويجاوبنا عليها ونتقبلوا الأجوبة ديالو. كما الأجوبة ديال المحجوب السالك غنطرحها كما هي، ما غنعدل عليها لا مونتاج لا شيء من هذا القبيل. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السؤال الأول، بصفتك مؤسس البوليزاريو، ما هي الاتفاقيات السرية التي كانت بينكم وبين الجزائر؟ لم تكن بين اتفاقيات سرية بيننا وبين الجزائر، كلما كان هنالك كانت الجزائر وقفت معنا تحت ستار حقنا شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال، وفي الواقع وقفت معنا خوفا من سيطرة القذافي على المنطقة وعلى البوليزاريو لا أقل ولا أكثر. السؤال الثاني، ماذا تريد الجزائر بالضبط من هذا النزاع؟ الجزائر تريد بالضبط من هذا حصتها من الغنيمة. ثالثا، هل ندمت على فشل المشروع للصحراء، وهل كان يقصى قبائل تكنها والدافع الرئيسي لفشل المشروع؟
في الحقيقة إقصاء قبائل تكنا وتعرض من التهميش والإقصاء والسجون والتعذيب والاختطافات والاغتيالات من بين النقاط الأساسية السوداء في تاريخ قيادة البوليساريو، والتي كانت لها دور كبير في فشل هذا المشروع. ما هو ردك على من يقول أن حركة خط الشهيد التي تنتمي إليها هي من تمويل المغربي؟ لو كان خط الشهيد اللي أعلناه في 2004 ممول من المغرب، كنا زلزلنا قيادة البوليساريو والجزائر. ما كنا نعمل اعتمادا على وسائلنا الذاتية. لو تم تطبيق الحكم ذات الصحراء تحت السيادة المغربية، هل في نظرك سيحتفظ المغرب بعلم البوليساريو؟ كل أنظمة الحكم الذاتي في العالم لديها حكم، لديها علم محلي ولديها العلم الوطني. هذا عادي، لا يؤثر في الواقع شيئا، ولكن ذلك يبقى طبعا قبل اتفاقيات ومتفق عليها فيما يتعلق بمسودة الحكم الذاتي لما يتم تطبيقه. سؤال آخر، بما أن ساكن تندوف تأخذ صفة لاجئ عند الحكومة الجزائرية، لماذا في نظرك لا تمنحه فعلا؟ هي فعلا لا تأخذ صفة لاجئ، لو كان صفة لاجئ كل لدينا ورقة لاجئ. هي فقط تأخذ صفة لاجئ في الوقت من أجل أن تطلب من الجزائر وقيادة البوليساريو المساعدات والدعم من الخارج. هذا هو الحقيقة. أستاذ المحجوب، سألك بما أنك وافقت مجزوم الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ما هو موقفك من حركة خط من ساكنة المخيمات الذين ينتمون إلى أقليم وادي الذهب والساق الأحمر يتطلبون دخولا من الصحراء كمواطنين مغاربة، أم أن كل دولة؟ هذه القضية حسمها عمر خليل ممثل المغرب في الأمم المتحدة، وهو أنها في البداية الحسن الثاني قال أن الوطن غفور رحيم مرحبا بالجميع، والآن بعد الوطن غفور رحيم يعود هناك إلا من هم صحراويون حقيقيون ينتمون فعلا للساق الحمراء والذهب. ما الذي جعلك تغير قناعتك تجاه قضية الصحراء بعدما كنت تنادي بالاستقلال؟ نعم، كنا نادي بالاستقلال ونحلم بالاستقلال وبتقرير المصير، لكن بعد 50 سنة تأكدنا أنه مستحيل وأنه غير ممكن، وأن وجود دولة بين المغرب وموريتانيا من المستحيلات. لهذا كانت لدينا الشجاعة أن نوقف ونقول الحقيقة لكي لا يظل شعبنا ينتظر الأحلام والانتصارات الوهمية طيلة أكثر من 50 قرن في أرض الحمادة القاهرة التي لا حل لها. هل يمكنك أن تعطي نسبة عدد سكان الصحراء منذ الوصول للساق الحمراء والذهب والشكون؟ لا، ليست لدي إحصاءات دقيقة، ولكن أظن بأن السكان الحقيقيون القادمون من الساق الحمراء والذهب في المخيمات لا يتجاوزون 28%. نريد أن يوضح لنا السيد سالك عن وجود مرتزقة المخيمات لا علاقة بمنطقة النزاع، وإن كانوا موجودين كم لغة عددهم؟ لا وجود للمرتزقة، هذه المرتزقة شعار طرحه لكم إدريس البصري واستخدمتوه في بداية الصراعات. كل ما هنالك هنا صحراويون من مختلف الانتماءات، صحراويون من الساق الحمراء والذهب، صحراويون من الجزائر، صحراويون من أزوات، صحراويون من شمال موريتانيا. أما كلمة الارتزاق فهذه كلمة كبيرة ولا وجود لها في المخيمات. السؤال 12، في نظركم ماذا تعرفون عن قرب الشهيد الولي وتعرفون شخصيته؟ في نظركم لو عايش الولي مصطفى السيد المغرب الحالي وعايش الملك الحالي وعايش النظام العالمي الحالي، فكيف قد يكون قراره؟ قلتها أكثر من مرة، أظن أنه قرر هو البحث عن حل ينهي هذا النزاع الذي طال أكثر من لازم، ينهي تشتت العائلات وتشريدهم ومعاناة أهالينا تحت الخيام خلال 50 سنة في أرض قاحلة حتى الحيوانات لم تستطع العيش فوقها. 13، هل لو أعطيت الفرصة للموجودين بالمخيمات للتحرك هل سيبقون في الجزائر أم سيعودون للمغرب؟ لا، في الحقيقة لن يعودون للمغرب إلا إذا المغرب أعطاهم فعلا ما يعودون له، إلا شافوا على أن المغرب فعلا فعل الحكم الذاتي، إلا إذا شاهدوا وشافوا على أن أبنائهم وأهلهم وأقاربهم يسيرون الثروات والخيرات في الصحراء الغربية، ساعتها بإمكان أن يعودون. أما يتم الوضع على حاله، عادوا العشرات الآلاف راهم موجودين في المغرب وآلاف راهم موجودين في موريتانيا وفي أوروبا. لا بد أن يجدوا شيئا يدفعهم للعودة، بعبارة أخرى لا بد أن يشوفوا مكان يضمن فيه مستقبلهم وحياتهم الحرة والكرامة، لأنه البدوي عنده الأنف البدوية، والأنف البدوية يفضل فيها أن يموت واقفا على أن يركع. هذه الأنف البدوية. إذا الأنف البدوية يقول لك أنا أعطيت 50 سنة خارج من الصحراء من أجل كرامتي ومن أجل حريتي واستقلالي، في الآخر نرجع عايد. لا يا جماعة، نرجع ضمن اتفاقيات، ضمن معاهدات، ضمن ضمانات دولية أعيش بها فوق وطني وأسير شؤوني بدون أن أخاف لا من المغرب ولا من غير المغرب. وذلك هو فعل تفعيل الحكم الذاتي لما يقع ميدانيا، ذلك هو ما سيدفع فعلا الصحراويين المخيمات إلى عودة إلى أرض وطنهم. هل الجزائر تدافع بالفعل مصالح ساكن الصحراء أما مصالحها الشخصية؟ لا، عن مصالحها الشخصية التوسعية أو بعبارة أخرى ليست توسعية، عن مصالحها الجيوسياسية فيما يتعلق بأمنها القومي بالمنطقة. هل لك نية الترشح لرئاسة حكومة الحكم الذاتي للصحراء المغربية في حال تم؟ أبدا، أنا ليس لدي
نية للترشح لأي شيء، كل ما لدي هو أن أفضح هذه القيادة وشرائمها، هو أن أدعو شعبي إلى أن يرجع إلى أرض وطنه حرا كريما، ليعيش حرا كريما فوق الراس في دولة الحق والقانون ضمن الضمان الدولية لا أقل ولا أكثر. من قتل الولي مصطفى سيد لما قال كلمة الشهر رجمنا في حقنا يا شعبنا، قتل نفسه. بعبارة أخرى كان في مستوى المسؤولية، لما حس بأن الخطأ وبأننا رجمنا في حق شعبنا ذهب وأعطى نفسه في ميدان المعركة، لم يقتل أحد لكن استشهد دفاعا عما كان يؤمن به، استشهد ليري الآخرين على أن إذا جئتكم إلى أرض قاحلة وهجمت في حقكم فلم أتاجر بكم، بل أعطيت نفسي من أجل ما تريدونه. لو أن التاريخ رجع للوراء وبالضبط لفترة تأسيس البوليساريو، وما هي الأخطاء التي ارتكبتها مؤسس البوليساريو وكيف ستصححها؟ وشكرا. الأخطاء التي ارتكبتها قتل البوليساريو هو أنه كان هناك نية طريقة للتفاهم مع الإسباني، الاستعمار الإسباني ولم نقم بها. كانت هناك طريقة للتفاهم أيضا مع المغرب في 79 بعد انقلاب موريتانيا وبعد خروج موريتانيا من الصحراء. كان هناك أيضا طريقة للاتفاق مع الحسن الثاني في 88 ورفضت ولم تقم البوليساريو. هذه بعض الأخطاء، الفرص النادرة التي كانت ممكن أن تأتي بالحل ولم تستغلها قيادة البوليساريو نعم الاستغلال، وكانت أخطاء تاريخية رهيبة ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. ثم اسمح لي في السؤال المهم، هو سؤال رقم 14، المقترح المغربي للحل هل ينقصه شيء؟ فعلا ينقصه شيء، وهو أن يكون الحكم الذاتي في الحدود الطبيعية والتاريخية للصحراء، أي من إفني إلى الجويرة، وبذلك يجمع كل الصحراويين وبذلك يدفن إلى ما لا نهاية أي شيء يسمى الانفصال أو الخروج عن المغرب. السؤال 15، بتصورك كيف سينتهي الصراع حول الصحراء؟ الصراع حول الصحراء هو أنه إذا كان المغرب لديه فعلا نية صادقة لتطبيق الحكم الذاتي وقام بتطبيق الحكم وتفعيله، فالمشكل سيصبح شبه محلول، ما يبقى خارج الصراع هو أمور مجموعات تتاجر بهم قيادة البوليساريو. أما إذا لم يكن تبدو الحكم الذاتي وليس هناك حل، فستبقى القضية سنوات وسنوات طويلة وأرض لقمان على حالها. تحياتي لكم والسلام عليكم.